وريفها الناشط الإعلامي عبد الله جدعان مراسل شبكة سوريا مباشر. السلام عليكم أخي عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. على ما يبدو أيضا انتصارات رائعة كما هي باقي المحافظات السورية، واستهدافات أروع لأبطالنا ومجاهدينا، وهمم عالية، وعجلة انتصارات لن تتوقف منذ أيام لغاية اللحظة. ما هي آخر وأهم التطورات لديكم في مدينة إدلب وريفة؟ نعم أخي، يعني بداية من الرفع الجنوبي والذات يعني المعسكرات التي تحيط بمدينة معرض النعمان، لا سيما معسكر وادي الضيف الحامدية، والحواجز التي تأمن الحماية والتي تعتبر نقاط متقدمة لها حقيقة اليوم، قامت ثوات استهداف حاجز أو الحواجز التي تؤمن حماية المعسكر الحامدية، وهي بالذات حاجز المدازيم بالإذاعية الثقيلة وصواريخ محلية الصنع ومدفع جهنم. هذا المدفع المحلي الصنع هناك إصابات مباشرة ومحققة داخل هذه هذا الحاجز، هناك إصابات محققة في صفوف قوات النظام وأنباء عن خسائر في صفوف قوات النظام المتحصنة داخل هذا الحاجز. أيضا يتم استهداف حاجز عين قريع وحواجز الضبعان بالمدفعية الثقيلة، هذه الحواجز التي تؤمن الحماية أيضا لمعسكر وادي الضيف، يتم استهدافها بالمدفعية الثقيلة والصواريخ محلية الصنع، وأيضا هناك إصابات محققة ومباشرة داخل هذه الحواجز. حقيقة يا أخي الكريم، يعني بعد استطاعت صور السيطرة على حاجز الضباط فالدهمان والهنجات، هذه الحواجز التي تؤمن الحماية لمعسكر الحمدية والتي تعتبر نقاط تقدم لها من الجهة الغربية لمعسكر الحمدية، استطاعت قوات النظام للأسف يعني حقيقة إعادة السيطرة على حاجز الهنجات البارحة. هذا قامت الثوار بالانسحاب من هذا الحاجز نتيجة طبعا لقرب من معسكر الحامدية ولقيام قوات الأسد التوجه في معسكر الحامدية استهداف هذا الحاجز بشكل مكثف من القذائف المدفعية وحتى الصاروخية. اضطر الثوار حقيقة للتراجع من هذا الحاجز، ما جعل قوات الأسد أن تتقدم إلى هذا أو دفع قوات النظام للتقدم باتجاه هذا الحاجز وإعادة السيطرة عليه. أيضا حاجز الضبعان يعني تم السيطرة عليه أيضا من قوات الأسد البارحة أو قبل البارحة، كذلك من الحاج محمد الفجر. يعني حقيقة على هذه الجبهة هناك كروة صار بالنسبة للثوار ولقوات النظام حقيقة، لكن التقدم الكبير هو لقوات الجيش الحر نتيجة لتدمير عدة أليات في هذه الحواجز، بالإضافة إلى أنه كما ذكر استطاعوا تحرير عدة حواجز وقتل عدد كبير من قوات الأسد الذين كانوا يتحصنون داخل هذه الحواجز، يعني من حاجز الدهمان بالطرف إلى الهنجات وصولا إلى حواجز وادي الضيف والحواجز التي تؤمن الحماية لهذا المعسكر الكبير. طبعا معسكر الحمدية هو وادي الضيف من أكثر المعسكرات كانت في الريف الجنوبي، هي محاصرة الآن من كافة الجوانب من قبل الثوار نتيجة لقطع الإسلام الدولي من مورك وصولا إلى بلدة عرفات جنوب معركة النعمان. الطيران الحرب يقوم بإلقاء سلة الطعام والذخيرة بشكل يومي لقوات أسد المحافظة داخل هذه الحواجز. حقيقة تتزامن هذه الاشتباكات مع اشتباكات أو التصدي لقوات أسد التي تحاول من التقدم باتجاه نادي موري والتي تحاول بعد الوصول إلى هذه المعسكرات معسكر وادي الضيف الحامدية، لكن الثوار استغلوا هذه الفرصة وقاموا بهجوم هذه المعسكرات في محاولة منهم للسيطرة على هذه المعسكرات لكي لا يبقى للنظام اي امل في العوده الى هذه المنطقه. حقيقه النظام يعني لديه امل في العوده الى هذه المنطقه من خلال مهزله معسكري وادي الضيف الحامديه، لكن ان تم تحرير هذه المعسكرات لم يبقى اي شيء للنظام في الريف الجنوبي، وبالتالي سيفقد الامل في العوده الى هذه المنطقه. يترافق ذلك مع قيام النظام وحتى الثورات الحربيه عبر قيام استهدافها عده قرى وبلدات في الريف الجنوبي، كان هناك غارة جوية على مدة التحت الريف الشرقي لمدينة معرض النعمان، كذلك كما تم استهداف عدة قرى وبلدات في الريف الشرقي لمدينة معرض النعمان بعدة غارات جوية ولم تصلنا أي أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين. قبل قليل كان هناك أيضا أوقاف الطيران المروحة برامين متفجرة على قرية البشيرية في الريف الغربي لمحافظة إدلب وبالذات يعني الريف الشمالي لمدينة جسر الشغور، ولم تصلنا أي أنباء إلى الآن إن كان هناك شهداء أو جرحى. شكرا جزيلا لك عبد الله جدعان الناشط الإعلامي ومراسل شبكة سوريا مباشر على هذه المعلومات.